قامت بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بتنظيم قافلة تحسيسية تحت شعار تعزيز دور المرأة للولوج في عالم الشغل وكذا الالتحاق بمسار الإنتاج الوطني. هذه القافلة هي قافلة مشتركة قطاعية بين مديرية النشاط الاجتماعي، مديرية التشغيل، مديرية التكوين المهني، مديرية السياحة، مختلف الصناديق الفاعلة والنشطة في مجال دعم المشاريع المصغرة لفائدة العائلات المعوزة وكذا المرأة الماكثة في البيت. هذا البرنامج سيجوب مناطق الظل في 10 بلديات لولاية خنشلة لتوعية وتعزيز ومرافقة التحاق المرأة بمسار الإنتاج الوطني.